قال من طرف الحبيب جات أقرب رسائل يحكي عتابه فيها وقال ناس إنه قايل يا ما قال حكاوي ما أخطرت ببالي وقال في كل كلمة إني جفيت سالي وأنا في كل لحظة لو تعلم بحالي ما أنا سيك والله وذكراك شاغلة بالي أنا لو أنساك أنت أكون غدار وخنتة أسأل عني غيري وأحكم في مصيري يا أما تشوف دلائل يا ما قال كلام ما لي دخل بيهم يا ما قال كلام ما لي دخل بيهم إني بروح لغير وبهو وبصطفيه إن شاء الله حياتي تفنى لو فكرت فيه لا لو ألف لا لا ده حبك عشت بيه بدل أشواق ومحنة ترسل لي مظنة كلام يجرح شعوري وما يريح ضميري من زول أنا عنه سائل لو تعرف حكايتي كان لعذري تقبل أهو الجزء ده ما قاعد تسمعه طبعا في الإذاعة لو تعرف حكايتي كان لعذري تقبل أصل ظروفي قاسية المعنى أخطابي يوصل شايل في ضميرك كلام ما ممكن يحصل ومهما تشيل في بالك إنها ود بدالك الأيام توريك إنه فاضي رعيل وليك إحساسي مايل من طرف الحبيب جاد أغرب